طب مين بقى أحسن اللعيب اللي دايما تلاقيه في الماتش كده يبقى مكشر او جد جدا؟ قبل ما تكملي السؤال، وائل جمعه. وائل جمعه، بصي وائل جمعه تكشيره من بصي من اوضه اللبس، من التسخين، ماتش لحد ما خرج جد جدا، جد ما فيش. كنت اكتر واحد احب اروح انكشه. طب وهو بقى، طب هل في حد جد جدا كده وفي يعني في الكواليس او بين يعني ما بينكم وما بين بعضيكم بقى ما هو دمه خفيف جدا؟ وائل ما هو وائل يفضل مكشر وكده، بس ايه، هو دخل على الشغل فهياخد من اول الشغل لاخر بقى. الشغل هياخد الستايل ده. لو ضحك ولا ابتسم خلاص مش باظت، باظت منه خلاص، هيعمل ماتش سيء. ولكن يخرج بره بعيد نقعد نهزر ونضحك والحاجات دي. طب في حد العكس يعني مش دمه تقيل، بس نقول ان هو ايه، حاسس ان هو دمه خفيف قوي وهو عادي يعني، ما هو حاسس ان هو كوميديان فظيع يعني؟ لا ده انت عارفه بقى، ده اسمها اللي بيستظرفوا دول كتير. يعني اكيد لا لا، ده في ناس كتير قوي. بتتعامل معاهم ازاي بقى يعني موقف زي ده مثلا؟ بعيشهم 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 ان هم دمهم خفيف.